السلام عليكم يا جماعة. طبعا انتوا عارفين ان جوجل بتزور لي كل حاجة، وبتدخل في الاتاتشد فايل تغيرها، بتغيرني النمبر اوف سايتيشنز، بتخفي كل ابحاثي عن عمد. بس الجديد هنا انها بتغير النمبر اوف فيوز، فاحنا مش عارفين هي النمبر اوف فيوز دي اصلا اصلية ولا في مخبر بيكتبها. طيب تعالوا نشوف هنا، ده الفيديو المهم جدا ان انا عمال ابعته لكم. معلش انا بس حاطه في سيف فولدر. هنا مكتوب 3 days ago. تعال نبص، نخش نبص يعني الفيديو المهم اللي انا ببعته لكم، اللي هو جوجل manipulates my attached file to misguide the divisional court. مكتوب هنا ايه؟ 38 views 5 days ago. تمام؟ طيب نرجع ورا نفتح الفايل التاني اللي هو 2 days ago. لما نيجي نفتحه هنلاقي مكتوب ايه؟ 36 views، يعني قلوا 2. يعني انا عمال ابعت للناس والفيوز بدل 136 بدل 138 قلت بقت 36. طيب تعالوا نشوف الديت اوف كريشن. خد بالكوا دي سكرين شوتس بتتاخد بموبايل بيكسل 5، يعني موبايلهم. طيب تعالوا نشوف كده الانفو، الفايل انفو. هنا نكتشف الفايل انفو، مكتوب ان ان الفايل ده تم انتاجه في اكتوبر 7 9:43 PM. تمام، تعال نرجع للفايل ده. اللي هو ايه مكتوب ايه؟ 36 فيوز 38 فيوز. طيب تاني اللي هو 36 فيوز، تعال نشوف الانفو بتاعه. مكتوب ان هو 8 اكتوبر 11، الساعة 11. تمام، بس هو ده اللي بيحصل معايا، وعلى طول بقى كده كل الارقام بتتغير. مثبتين الارقام، مثبتين اللايكس والديسلايكس، مثبتين كل حاجه، عايزينها ارقام محدده. الحاجات دي مين اللي بيكتبها؟ يعني مين اللي بيهندس الكون؟ انا ما اعرفش. طبعا انا يعني انتوا عارفين اصلا اللي بيحصل على الانترنت. لما نيجي نخش هنا ونكتب مثلا مستر بيست، ده واحد تافه، ادي مستر بيست التافه. I built a giant death trap. 82 مليون، 77 مليون. فاحنا هنا بنسأل جوجل. Behind me are the most expensive cars in the world. No joke, we got our hands on over $250 million worth of cars. One of them even costing $100 million. And we're gonna be exploding. ده راجل ناجح فعلا ولا؟ Can you spot the five hidden people behind me? عشان تخلي الناس تفهم. Let's see if random people can. In front of you is five hidden people. You'll have 50.